السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم عبد الله عبد الرحمن. احنا اليوم مشاركين مع كلب الجي تي زي، طالعين على فجيرة، أخذين طريق كلبا. اليوم أنا مشارك بسيارة الجي تي زي مثل ما أنتم شايفين. السيارة عليها يعني بادي كيت الأميوز، عليها رنجات الفولت ريسينج، يعني عليها توين تيربو، عليها فولت أونز. أفرجيكم الماكينة من داخل. كما انتم شايفين انتيك كروفورد اي بي اس توين تيربو، يعني سم بولت اونز. سياره اتس رانينج فاين اراوند 580 هورس باور. ان شاء الله اليوم تتابعونا يعني في الدرايف تبعنا وتستمتعوا معنا. السلام عليكم، معكم سعيد المزروعي، مشارك في جي تي زي كلاب، واليوم طلعتنا هذه الى كلب. ان شاء الله راح نلاقي المفاجآت المثيره والطيبه وعلى فكره الناس اللي تعرفنا عليهم. احب اعرفكم اليوم على سيارتي نيسان زد، عليها طبعا بادي كيت بليدز مع رنجات بليدز فل كامل تقريبا، وشغلات بسيطه اكزوست سيستم باك مثل ما تشوفون. ان شاء الله تنال اعجابكم. هاي سيارتي وتابعوني على عرب موتورز. احب اعرفكم على اخوي احمد اليابري وسعود النيادي، ومثل ما تشوفون احمد اخونا مشارك معنا بنيسان زد السوداء، عليها طبعا شغلات خفيفه مثل الجريل على الفرونت بامبر والريمز 19 انش شركه ار اس. واذا عنده اي كلمه يحب يقولها طبعا تفضل. السلام عليكم اول شيء، وحبيت اشارك في هالايفنت الجميل لان يجمع عدد اكبر من السيارات الرياضيه في دولتنا، وهذا شيء جميل بالنسبة لنا نتجمع كسيارات رياضية في يوم جميل طبعا وإجازة، والله يوفق الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أنا مشارك مع جي تي زد كلاب، مثل ما تشوفون سيارتي 300 سي. طبعا مثل ما تشوفون الموتر عليه بادي كت ورنجات 22 إنش. الموتر عليه هيدروليك ومغير الماكينة، ماكينة اس ار تي، وان شاء الله ناوي اعدل عليها اكثر واكثر، وتابعوني على العرب موتورز. السلام عليكم، انا وليد الحمادي، اليوم مشارك في جي 35 انفينيتي. سوينا تغييرات بسيطه على السياره بحيث ما نفقد شخصيتها، لكن نضيف لها قالب جديد شويه اللي هو ماكينه السوبرا 2 جي زي انجن سنجل تيربو. سيارة تقريبا معي مدة سنتين، بديت البروجكت هذا على الانجن. البي كيو انجن وايد حلو، الستروك مالي يوصل لل 4.2، بس قلنا على اساس ان نضيف هوية جديدة نسويها هايبرد كار، فكرت في ماكينة السوبرا 2 جي زي، توفرها عندنا في السوق المحلي يعني اكثر من غيرها. السيارة مثل ما شايفين عليها السبويلر اللي هو الجريدي سبويلر 2 جي زي انجن بروزيشن توربو فول فيول سيستم اتش كي اس ريجليتر اتش كي اس فيول لاين اتش كي اس انجكترز 1000 سي سي جريدي واز جيت اتش كي اس بلو اوف فالف او اس ترابل كلاتش مع تيونينج موتيك ام 6 الكمبيوتر. مثل ما انتم شايفين رحنا على الرمز، الرمز عندنا لينزو دي سي 5 انجن مع البريمبو بريكس. تقريبا السياره على كثر ما هي تعطي قالبها الشخصي، على كثر ما هي ممكن تشوف فيها باور اكثر واكثر. في بروجكتس وايد صاير عندنا في الدوله على الانجن الوكاله، بس انا فكرت اني اغير شويه الشيب. في عندنا هنا مجله تقريبا عامل نفس البروجكت اللي انا مسوينه على الهوندا اس 2000، ممكن نحن نرجع اذا كنا نقدر نقرب الصوره تشوف الكتاب الموجود هنا، بتلقان ان محرك الهوندا نفسه ومحرك السياره نفسه يعتمد على الدفع الخلفي، وهي نفس الطريقه او نفس التركيبه لنفس المحرك اللي انا ركبنه 2 جي زي، فهو مغير لنا ومخلينا بعد 2 جي زي. هي الماكينه نفسها تتقبل وتتحمل باور كبير حكم ان يابانيه اول شيء، مش مدحن في اليابانيين لكن
ان الماكينه نفسها الخليط الكومبوننت اللي صاير فيها تتحمل طاقه كبيره، تتحمل هورس باور عالي، تتحمل تورك عالي بدون ما نقدر ندخل بالانجن نفسه. الماكينه هذه من اقوى المكائن طبعا الموجوده افتر تيونينج، هي والار بي 26 لل 34 للسكاي لاين 34. هو بروجكت بسيط شوي اليوم بدينا فيه، ومعانا في الرايد ان شاء الله بنكون في رايد الجي تي زي كلاب، وان شاء الله اتمنى لكم كل خير وتستمتعون في الرايد معانا.